الهجان المقدم تحيلان لحويطات، مطوع الهجن ومدربها وسائسها وصديقها الذي اكتشف لغة من السلاسة والألفة يحادثها بها فتنصت وتستجيب وتأتمر بأمره. أمضى ما يقارب 40 عاما وهو يتعامل مع الجمل، هذا الحيوان النبيل الصبور الصدوق صديق الإنسان، وركوبته في الصحراء ومؤنس وحدته وعزلته وهو يتهادى الهوينا على أطراف المساحات الشاسعة. الجال الأيمن يطلع، الجال الأيمن يطلع، الجال الأيسر أمها الجال.